السلام عليكم، انا مصطفى محمود. هشرح لكم النهارده درس مهم جدا في حياتكم الطبيه. هو بيوضح لكم اسلوب التعامل مع العيان او مع اي شخص بشكل عام. مهمه الجزء دوت ان هو بيخليك مهيئ انك تتعامل مع الطبيب بكل حاجه فيما عدا العلاج والكشف عليه. ده شيء اساسي جدا لاي طبيب لازم تكون عارفه، انه بيساعدك انك تتعامل كويس مع العيان، وبالتالي العيان يجيلك اكتر. لو انت مهتم بالفلوس فهتاخد فلوس اكتر، لو انت مهتم انك تحسن صحه العيان او تحسن حياته فلازم تفهم الجزء دوت، لانه ما ينفعش تحسن صحه العيان بمجرد توصف له دواء او تكشف عليه صح او تكتب له العلاج الصح. لا، تعاملك بيفرق جدا مع العيان في نفسيته وفي تقبله للعلاج وفي انه اصلا ياخد العلاج. نفس المبدا هتلاحظه لو انت مثلا بتشرح لك من دكتور، ممكن يكون دكتور كويس لكن اسلوب تعامله ما يعجبكش فالمعلومه ما توصلكش كويس. نفس المبدا ده هنشرحه دلوقتي. في حاجه اسمها خطه بشكل عام للطبيب الكفء. الطبيب بيكون واحد من الست اشكال اللي قدامكم دول، او يكون اكتر من جزء فيهم. ممكن الطبيب يكون مقدم خدمه اللي هو هيلث كير بروفايدر، ممكن يكون بروفيشنال او احترافي في التعامل بتاعه، ممكن يكون محفز للصحه او بيدعو لها بيروج للصحه هيلث بروموتر، ممكن يكون باحث في مجال الصحه العامه او في مجال الصحه بشكل عام. الطبيب ممكن يكون جزء من مؤسسه صحيه اللي موجوده في الدوله بشكل عام، او الطبيب بشكل عام بيكون باحث مستمر ومتعلم بشكل تام. طبعا واحد مش بيكون حاجه من دول بس، لا، انت المفروض تكون، يعني يفضل تكون كل دول او تكون اغلب الحاجات دي. خلينا نقول مين هو مقدم الصحه الطبيه. اللي بيقدم الصحه الطبيه المفروض ان هو انت اول ما تخرج بتبقى اسمك جي بي او جنرال براكتيشنر، وهو ممارس عام او مقدم صحه طبيه، ده اسمك للناس كلها. يعني المفروض انت دورك انك تقدم خدمه ورعايه للعيان دي، تميز بانها باعلى كفاءه ممكنه حسب اللي انت اتعلمته في الكليه. لازم تتاكد ان اللي انت بتعمله مع العيان دوت امن له، مش هيسبب له اي ضرر. كمان مهم جدا انك تتاكد ان تركيزك العام على المريض، بيشنت سنتر، يعني انت مش بتعالج المرض، انت بتعالج العيان. وبالتالي مهم جدا تفهم ان التعامل الصح مع العيان ده مهم، لان انت مش هدفك تعالج مرض السكر، لكن هدفك تخلي حياه العيان ده احسن، يقدر يتعايش مع السكر. تمام. طبعا كل ده بيعتمد على انك بتعتمد على المعلومات اللي انت اتعلمتها والمهارات الطبيه اللي انت اتعلمتها، واهم حاجه تلتزم بالقيم العلميه او الاحترافيه. المروج للصحه هو الشخص اللي هو بيشارك في سلوكيات صحيه وبيدعو لها، بيقدم معلوماته على النت مثلا، هو يدعو للناس ايه الحاجات اللي يتجنبوها عشان ما الضغط عندهم ما يعلاش. فتلاقيه عامل فيديو مثلا بيتكلم عن الكوليسترول مثلا، او عامل فيديو بيتكلم عن السكر وهكذا. هدفه من الحاجات ديت ان هو يقلل على معدل الوفيات ويرفع الاسلوب العام في حياه الناس. ودول كتير جدا على اليوتيوب، ناس عظيمه بتقدم محتوى علمي طبي صحيح بحيث تعرف الناس ايه السلوكيات الصح وايه السلوكيات الخطا. ده اسمه مروج للصحه. البروفيشنال او الاحترافي هو الشخص اللي هو بيلتزم بالمبادئ الاخلاقيه والمبادئ المهنيه في الشغل بتاعه. المفروض كلنا نكون على الليفل ده، مش بس بتلتزم بالحاجات دي، لا، ده في حاجه اسمها قواعد عامه للممارسه الطبيه لازم تلتزم بيها، ودي بيحددها الدستور، بيحددها القوانين اللي موجوده في بلدك. وفي قوانين بشكل عام واضح يعني على كل العيانين، يعني المفروض ما تديش العيان تم بيه، بتقدم افضل جوده، افضل خدمه طبيه باحدث دليل علمي. دي اسمها احترافيه في التعامل. باحث او عالم، طبعا اي طبيب المفروض ان هو بيبني برضه خبرته الطبيه على المعلومات العلميه المقدمه في الابحاث العلميه، فالمفروض ان هو يكون عنده قدره انه يقرا الابحاث العلميه ويقرا الجايد لاين او الارشادات الطبيه العالميه، ويقدر يستنتج منها ايه المناسب للعيانين بتوعه. انت مثلا في مجال السكر تقرا عن ايه احدث ادويه في السكر، معدل فائدتها قد ايه، طب تكلفتها كام، وتشوف ده مناسب للعيان اللي عندك ولا مش مناسب. كل ده بتعتمد على ايه، بتطبق المعرفه اللي انت اتعلمتها وتطبق كل ده على العيانين بتوعك. يعني انت قريت ان الدواء معين مفيد مثلا لعلاج سرطان الدم، دواء جديد لكنه كفء جدا وسعره هينزل في مصر مثلا او رخيص، فتبدا تدي للعيانين مثلا دواء الفيروس سي الجديد، لقيت ان هو كويس ما تحجبوش عن العيانين وتخليهم يشاركوا في حمله مليون صح وهكذا. طبعا ده مهم انك تكون عارف ان المعرفة العلمية الصحيحة هي الاساس ان انت تعرف تتكامل مع العيان وتقدم له معلومات طبية او ممارسة طبية سليمة تساعده. تمام. انت جزء من الوحدة الصحية او من الفريق الطبي، مفيش دكتور بيشتغل لوحده، انت بتبقى موجود في مستشفى او في نظام صحي، معاك دكاترة تانيين، معاك طاقم تمريض، معاك عمال، معاك ناس من كل الجهات، كل دول بيساعدوا، المفروض تتعاونوا مع بعض عشان في الاخر تخدموا العيان بالطريقه المثاليه. والوحده النظام الصحي في مصر مثلا مش بيخدم بس العيان، لا، ده هو بيركز على خدمه العيان وخدمه الشعب مصر كله او الامه كلها. فالتركيز مش بس انك تساعد العيان دوت ان هو يتحسن او بتخدمه، لا، بتخدم الشعب كله.
كله لانها مؤسسه صحيه كلها. فتخيل الهيلث كير سيستم دوت زي وزاره الصحه عندنا في مصر. المفروض ان انت تكون ملتزم بان يكون لك جزء في الوحده في النظام الصحي دوت، تحترم النظام اللي فيه، تحترم ان في المستشفى في مدير المستشفى، في ناس اعلى منك، في انت نايب مثلا لسه صغير ما عندكش معلومات كافيه، في استشاري وهكذا. فلازم تحترم الترتيب اللي موجود دوت والقواعد اللي موجوده في النظام اللي انت فيه. كمان تاخد بالك ان في تستخدم كمان مهاراتك الاداريه لو انت مثلا ليك دعوه ليك اهتمام بالاداره والنظام دوت، انك تبقى مثلا مدير مستشفى تكون كويس وتلتزم بالقيم الموجوده للنظام. طيب انت كطبيب زي ما هيقولوا لك وزي ما بيقولوا لنا كلنا، انت المفروض ان انت متعلم بشكل مستمر مدى الحياه. ليه تتعلم بشكل مستمر؟ لان المعرفه الطبيه بتتحدث كل فتره، وانت المفروض تكون لانك هدفك تخدم العيان وتساعده انك تعرف ايه المعلومات الحديثه وتقدم له افضل خدمه بشكل دائم. فبالتالي عشان نفهم برضو عن ايه كلمة كفء او ازاي نقول على نفسك انت طبيب كفء وجيد، لازم يكون عندك النولج او المعرفة العلمية بالمعلومات الطبية الحديثة والاساسيات وكل حاجة، يكون عندك سكيلز المهارات انك تطبق المعلومات اللي اتعلمتها ديت، وعندك اهم حاجة في كل دول الاتيتيود او ازاي انت بتتعامل مع العيان، وده موضوع النهاردة. ازاي اسلوب تعاملك مع العيان هيفرق جدا وهيحدد انت كفء ولا مش كفء. في حاجه اسمها فيرتشوال بيشنت ليرنينج، ده اسلوب تعلم جديد. وفي السكيل لاب اللي بتتعلموها اللي هو ازاي تعمل تدي حقنه اي في اكسس، تعمل تدي حقنه في الوريد، ازاي تاخد عينه، الاسعافات الاوليه والحاجات دي. نبدا في الجزء الاساسي وهو التواصل او مهاره انك تتواصل مع الناس اللي حواليك. خلينا الاول نبدا بتعريف كلمه كوميونيكيشن. يعني ايه تواصل؟ التواصل هي عمليه من خلالها بينشأ حوار له معنى بين شخص والتاني. انت قاعد مع شخص فانت بتتكلم توصله معلومات، وهو بيتكلم ويوصل لك معلومات، فده اسمه نقاش، بتعبروا فيه عن احاسيسكم ومعارفكم وكل الكلام ده بشكل عامل ازاي. فكر كده، انت هتتكلم فانت شخص اسمه، هتلاقي انت شخص اسمه سندر، انك انت مرسل للرسالة. هتبعت ايه؟ هتبعت كلام، قلت مثلا ايه الشكوى بتاعت حضرتك النهاردة، فانت سندر اللي هو الشخص اللي بتبدأ عملية كلام تواصل. تمام، بتبعت رسالة اللي هو السؤال بتاعك ده عبارة عن كلمات او ايا كان وسيلة الرسالة نفسها طبيعتها ايه، سواء كانت مكتوبة او بتقولها له، بتتنقل في طريق الهواء توصل للريسيفر اللي هو الشخص او المريض اللي قدامك او ايا كان اللي بتواصل معاه. بيستقبل المعلومة ديت في مخه ويبدأ يحولها، يعني يسمعها صوت في ودانه تروح لجزء من مخه اسمه التمبرال لوب، بعدين تروح للفرونتال لوب، يبدأ ان هو يترجمها لمعلومات علمية او معلومة مفهومة. بعدين من خلال الكلام دوت بعد ما فهم الجملة اللي انت قلتها له يبدأ يرد عليك بالرد المناسب ليها، دي اسمها الإليمنت. فده معنى كلمة التواصل. المفروض التواصل ده يكون طبيعته ايه؟ لازم يكون دايناميك، يعني مستمر حيوي، مش بس انت بتتكلم، مستمر دايما بينك وبين العيان، وريسيبروكال معناه تبادلي، يعني مش انت بس بتتكلم، لا المفروض العيان بيتكلم، ومهم جدا العيان يتكلم اهم منك كمان، لانه هدفك تخدم العيان زي ما قلت. خد بالك ان اي رساله انت بتقولها طالما خرجت من بقك خلاص مش متحكم فيها تاني، فممكن دوت ياثر على تعامل العيان لو قلت مثلا كلمه جرح حلوه او ايا كان. ما توصل بايه؟ بنقدم احنا افكار وعادات وتقاليد وسلوك. ايه اهميه التواصل؟ ان الناس تفهمنا واحنا نفهمهم، ان انت تبقى مقبول من العيان اللي بتتواصل معاه، يكون متقبل اللي انت تعمله معاه سواء كان اختبارات طبيه او علاج هتديهوله، مستعد ان انت تبدا عليه او تستخدم عليه الحاجات الطبية، انك تعمل عليه اختبار معين وهكذا، يبقى متقبل الموضوع ده. كمان بتحسن العلاقات الانسانية والاجتماعية. في الطب مهم ايه؟ الهيستوري او التاريخ المرضي بتاع كل عيان هو بيشكل الاساس الطبي او اغلب المعلومات اللي محتاجها عشان تعمل تشخيص. في اغلب التخصص توصل في تخصصات معينة ل 80% وفي تخصصات اقل، لكن الحقيقة انها اهم جزء في العيان. ليه؟ اهم جزء في المرحلة، في المرحلة الطبية كلها، لانك انت هدفك تسمع العيان وتحل مشكلته. في ناس كتير جدا بترتاح مجرد انها تتكلم، او على الاقل بيخف عنها الجانب النفسي عنها. فلما تسمع العيان كويس جدا انت بشكل ما بدات عمليه العلاج بتاعته، وممكن تساعد اغلب العيانين بس بمجرد انك تسمعه كويس وتعامله باسلوب محترم. هو هيحبك وانت تبقى مرتاح في النقاش بتاعك او في تعاملك معاه. ده شيء اساسي جدا لازم تفهمه، ان الهيستوري هو اهم حاجه في الطب، يمكن اهم حتى من معرفتك للاختبارات واهم من العلاج الطبي. وياما دكاتره بس لان لسانهم زي ما بيقولوا لسانهم عسل، عيانين جدا كتير جدا بيروحوا لهم
عشان يتعالجوا عندهم حتى لو مهاراتهم الطبية مش قوية أوي. التواصل الجيد مع العيان مهم، ليه؟ لأنه بيخليك توصلك المعلومات اللي أنت محتاجها. خد بالك إن أغلب العيانين بنسبة 50% أو أكتر بعد ما يسمع الدكتور، لو الدكتور أسلوب تواصله مش كويس معاه، ده اللي بيحصل في أغلب الحالات، العيان لا يلتزم بالدواء ولا بيسمع نصيحة الطبيب، خاصة لما تكون نصيحة ناتجة من عدم تواصل جيد. يعني ما ينفعش مثلا فلاح تقول له والله أنت محتاج تروح الجيم 3 مرات في اليوم عشان خاطر الرياضة عشان قلبك، هل في فلاح هيعمل كده؟ لا، ده ناتج ان الدكتور اصلا ما فهمش ان ده فلاح، فما عندوش الوقت ان هو يعمل حاجه زي كده. كان ممكن مثلا يقول له يا حاج وانت بتصلي روح صلي في جامع بعيد مثلا وامشي. فلازم النصيحه تكون ناتجه من تواصل جيد مع العيان، انت فاهم انت بتقول له ايه وازاي تقدر تطوع النصيحه بتاعتك تتناسب مع العيان ده. زي ما قلنا بيشنت سنتر، متوحد النظام الطبي متمحور حول العيان. فزي ما قلنا التواصل الغير جيد بيؤدي ان العيان ما يبقاش مستقبل المعلومه او مش حاسس ان هو مبسوط. كتير جدا عيانين يخرجوا، يمكن انت مثلا كنت في يوم عيان ورحت للطبيب وحاسس انك خارج مش مبسوط او مش راضي عن اللي حصل. مثلا دكتور من السلوكيات السيئه جدا انك تقاطع العيان كل ما يبدا يتكلم او قبل ما يتكلم اصلا. ان انت مثلا تقول كلام من العيان مش فاهمه. طبعا العيانين بيجوا لنا من كل الاماكن، من كل في ناس بيجوا من الرياف، ناس بيجوا من المدن. ممكن الكلام اللي انت بتقوله انك انت من مدينه مثلا ما يوصلش للفلاح عايش في منطقه بعيده، ما سمعش الجمله دي قبل كده او ما وصلها الرساله كويس. فلازم تتاكد ان العيان فاهمه زي ما هنشرح كمان شويه. اوقات كتير جدا بتنصح الطبيب، الدكتور بينصح المريض بنصيحه مش مناسبه للعيان ده، عشان كده قلنا مهمه تفهم العيان وتفهم هو محتاج ايه وعايز ايه. قلنا خلاص الصفات الموجودة، في حاجة اسمها فيدباك اللي هو رد الفعل. المفروض بعد ما تسمع الرسالة لما العيان بيرد عليك تسمع من الرد تفهم هو فهم سؤالك ولا ما فهموش، وبالتالي تبدأ تعدل التواصل بتاعك. دي العوامل اللي بيتمحور حواليها النقاش. تمام، ايه هي القواعد العامة والأساسيات اللي لازم تكون تعملها؟ أول حاجة حاجة اسمها الاستماع مش السمع، هنوضح الفرق دلوقتي. تاني حاجة إنك تحفز العيان إنه يتكلم، تلاحظ العيان وبعدين تخبره بالمعلومات الموجودة. نبدأ أول حاجة بالاستماع لعيان وليس السمع. ليه قلت استماع؟ لأن الاستماع بتوحي إنها عملية حيوية أو فعالة مش عملية سلبية. أنت مش مجرد بس بتسمع هو بيقول إيه، لأ أنت مركز جدا، وكل أنت قاعد مع العيان في العيادة أو في أوضة الكشف أنت بس مركز مع العيان ورامي كل اهتمامك له، بس هو بتسمع كلامه، بتبص هو بيقوله إزاي، نبرة صوته عاملة إزاي، إيه الحركات اللي بيعملها وكل حاجة. ده أهمية الاستماع. انت مركز على ايه؟ طول ما انت مركز طبعا اي مشاكل بتحصل في التواصل بينك وبينه بتدركها، لانك انت شايف هل العيان فهم سؤالك كويس، طب هل بان عليه علامات التعجب، وبالتالي هتتجنب كتير جدا من المشاكل اللي بتحصل من عدم الاستماع. ما ينفعش تبقى انت مثلا عيان بيتكلم وانت مش باصص له اصلا او مش مركز هو بيقول ايه او بيتكلم صح. مهم انك طبعا لما كنت بتسمع فعلا بشكل جيد بيبان عليك، بيبان بشكل بان في تفاصيل وشك، بيبان في كل حاجة أنت بتعملها، تصرفاتك الإرادية أو غير إرادية. طبعا ده هتشوفه جدا لما مثلا سواء كان في تواصلك مع أي حد، شوف هو مركز في كلامك أو مش مركز، بيبقى باين عليه. تفهم هو عايز يوصل لك إيه، إيه الكلمات الأساسية أو إيه النقط الأساسية في الحوار بتاعه اللي بيحاول يوصلها لك. تخزن المعلومات دي كلها وعلى أساسها بعد ما سمعت له كويس هيبدأ بقى تقدم له رأيك الطبي أو المعرفة الطبية. مهم جدا تحفز العيان إنه يتكلم وتسأله أسئلة بحيث تخليه يتكلم، هو عيان مثلا بيتكسف أو حاجة، وتخليك ساكت وتسمع كويس جدا، وده مهم جدا. ما ينفعش أنت تبقى أنت عمال تتكلم ومش مدي فرصة للعيان يتكلم، ممكن يكون هو عايز يتكلم بس مش قادر بسبب أنت عمال تتكلم بسرعة كبيرة جدا ومش مديله فرصة إن هو ينطق. وبيحصل كتير جدا إنك تكون عند الدكتور تلاقي الدكتور هو اللي بيتكلم، هو اللي بيقول لك الأعراض، هو اللي بيقول كل حاجة، بس مش سامع إيه الشكوى اللي عندك. ممكن تكون شكوتك حاجة تانية خالص غير اللي هو بيعالجها. طيب تلاحظ إيه؟ هتلاحظ النون فيربال كوميونيكيشن، مش كل التعابير او طريقه تواصلنا مع بعضنا بتكون بس بالكلام اللي احنا بنقوله او بالكتابه اللي احنا بنكتبها، لا. اوقات كتير جدا والاهم فعلا اغلب الحوار بيكون حوار غير عقلي او نون كونشس، مش انت مش داري بيه، اللي هو بيكون بالحركات اللي مخك او جسمك بيعملها غصب عنه كوسيله من التواصل. والمخ التاني بتاع الشخص اللي قدامك حتى اراديا او لا اراديا بيستوعب النقط ديت، وبتدي بتكون في دماغه انطباع عنك، هل انت مركز معاه، هل انت مهتم باللي هو بيقوله ولا مش مهتم، عايز تعالجه ولا مش عايز. كل ده بيبان في حاجات كتيره جدا، منها التعبير وشك، نبره صوتك، والبادي لانجوج. طيب خلاص جه دورك ان انت تتكلم وتشرح للعيان او تخبره بالمعلومات. المفروض تخبره ازاي؟ المفروض تخبره بطريقه واضحه ومختصره ومظبوطه، يعني العيان يبقى سامعك كويس
فهم هو بيقول لك ايه، وقلتها له بطريقه مناسبه له، مناسبه للبيئه اللي هو جاي منها. مهم جدا انك تدرك ان في العين ده محتاج ايه، ايه هي اللغه اللي بيتكلم بيها. وارد جدا يكون فلاح بيتكلم مثلا بلهجه صعيديه او بلهجه اي حد مثلا جاي من جنوب مصر بيتكلم بلهجه صعيديه انت مش فاهمه. فمهم جدا تفهم ان في مشكله وتبدا توصل له الكلام بلغه هو يقدر يستوعبها وتاكد انه استوعبها صح. دي نقطه اساسيه جدا عندنا. يمكن انت ممكن تتخيل ان حاجز اللغه دوت حاجز بس بينك وبين الاجانب، لا ده حاجز بينك وبين اهل البلد. ممكن ناس معاك في مصر بيتكلموا بيقولوا الفاظ معينه انت مش قادر تفهمها او مش مستوعب، مش في الموسوعه او القاموس الخاص بلغتك. المفروض بعد ما تخلص كل عشان تتاكد انك فهمت النقطه انك تلخص كل اللي انت قلته تاني وتسمع تاني من الريسيفر اللي هو العيان، تسمع منه وتاكد ان اللي انت قلته هو فهمه كويس جدا. وارد جدا انت قلت للعيان وصفت له علاج معين، قلت له العلاج ده هتاخده بعد الغداء او 3 مرات في اليوم. فالعيان ما فهمش يعني ايه 3 مرات في اليوم، بعد مثلا ايه، هل قبل الغداء ولا بعد الغداء. طيب ممكن في سؤالات كتير جدا عند العيان ما وصلتلوش بسبب ان انت ما سمعتش، بس انت كتبت له روشته كتبت له 3 مرات هو ما فهمش 3 مرات دي يعني لازم اكلها بعد الفطار مثلا وبعد الغداء وبعد العشاء، ولا انت قلت له بعد الفطار وبعد العشاء. ممكن يكون العيان اصلا ما بيتعشاش، انت قلت له خدها بعد الفطار وبعد العشاء العيان ما بيتعشاش فياخد حبايه واحده. فلازم تتاكد ان هو فهم بالظبط انت عايز تقول له ايه. الشانلز هي الوسيله اللي بتنقل بيها الكلام. قلنا الكلام قد يكون فيربال، معنى كلمه فيربال انه حوار، الحوار يكون كلام انت بتقوله او بتكتبه. النون فيربال اي حاجه غير الكتابه وغير النطق بتاعك. زي ايه؟ زي قلنا تعبير وشك، تعبير جسمك، تعبير عينيك، كل الحاجات دي. طيب اوقات كتيره جدا النون فيربال بتعارض اللي انت بتقوله، فممكن انت تقول للعيان وايه كمان، وايه كمان، انت عمال تقوله ان هو بتحفزه ان هو يتكلم لكن انت اصلا مش سامعه، فباين في تعبير وشك انت مش مهتم باللي بيقوله. فانت بتقول كلام ايه كمان كمل، بتحفزه انه يتكلم، لكن انت تعابير جسمك كلها بتقول انه لا ما تكملش انا زهقت منك اطلع بره. طيب موضح هنا اغلب اساليب التواصل هي نون فيربال، يعني اساليب انت لا مفيش تحكم، انت ما تقدرش تتحكم فيها. وبالتالي مهم جدا انك يكون العيان انت قاعد معاه انت قاعد مرتاح نفسيا وعايز فعلا تسمعه، لازم تكون من جواك عايز تكون طبيب، ده مهم جدا واساسي. الكلام بتاعك كمان مش بس الكلمة اللي بتقولها مش بس هي فيربال، لا ده ممكن تكون كمان نون فيربال عن طريق انها الصوت، نبرة صوتك بتاعت انت بتقولها بيها. انت بتتكلم بصوت بتزعق على العيان بان انت عليك سيطرة، لك سيطرة عليه، وفي الحقيقة انت مالكش سيطرة عليه، انت وهو متساويين، انت بتحاول تساعده بالمعلومات اللي عندك. ممكن يكون في طريقة كلامك او تعابير وشك للعيان، دي كلها برضه العيان بيبص لها. انت زي ما انتم شايفين الفيجوال، رؤية العيان او العين هي اهم جزء في التواصل، العيان شايفك وملامح كل تصرفاتك. ايه العوائق اللي ممكن تحصل؟ في عوائق كتيرة جدا على كل خطوة. ممكن ان انت عوائق عندك انت وانت بتتكلم، عوائق في الرسالة اللي انت بتقولها، الكلام اللي انت بتقوله، عوائق في الرسالة دي بتتنقل لو انت بتتكلم بتتنقل عن طريق الهواء وتوصل لودن العيان، فوارد يكون في مشكلة في التشانل او المعبر اللي بينقل بالكلام ده، وارد المشكلة عند العيان نفسه، وارد المشكلة في مرحلة الفيدباك او بتسمع منه لما هو يبدأ يقول لك انت مش قادر تفهمه كويس، او مشكلة في المكان اللي انت فيه. تعال ناخدهم واحدة واحدة كده. المشكلة في العيان او فيك انت كطبيب، ايه المشكلة فيك؟ ان مثلا المظهر بتاعك مش مظبط او مش مناسب او معادل للعيان. وليكن مثلا الشخص اللي قدامك ده فلسطيني وانت بتحب اليهود وراسم نجمة داوود على وشك، فده منظر مش مناسب للعيان، مسبب ان العيان يبقى فيه حاجز بينك وبين. جندر ديفرنس، في كتير جدا من العيانين في مصر ميبقاش مثلا عايز دكتورة ست تكشف عليه، او مش عايز زوجته تكشف عليها دكتور، ده فرق. مشكلة في اللغة زي ما قلت، مشكلة سيكولوجية العيان طبعا، الدكتور نفسه يكون متعصب متوتر تعبان، وده حدث ولا حرج، ده أصلا مشكلة الطب عندنا في مصر. أنت مش الدكتور نفسه مش قادر يوصل الرسالة كويس، هو فاهم لكن مش قادر يعبر، دي عارفينها كتير جدا وبنشوفها. ممكن مثلا حتى في الشرح أنت تسمع الدكتور عارف إن هو عارف المعلومة لكن ما عندوش ملكة الشرح أو ما عندوش ملكة التواصل، لكن دي مهمة، هي مهارة مش حاجة بتولد بيها، لا دي مهارة أنت بتكتسبها بالخبرة وبالتعامل وبالتنمية. انت بتتكلم بنبرة صوت ثابتة معناه انت مش مهتم بالكلام، فمش بتعلي صوتك مع الكلام المهم، مش بتوطي صوتك مع الكلام اللي مش مهم، وهكذا. الكلام بتاعك بس وان واي، انت عمال تتكلم انت تتكلم انت خلاص، هتاخد كذا كذا كذا، هنعمل كذا هنعمل كذا، مش هدي فرصة للعيان ان هو يعبر عن رأيه، هل هو موافق على الدواء دوت، هل عنده اعتراض، هل في حاجة مش مناسباه. مهم يكون التواصل من ناحيتين.
الرسالة نفسها ممكن تكون انت قلت له جملة مش واضحة للعيان او مربكة، زي ما قلت لك مثلا انت كاتب للعيان قلت له عليك تاخد الدواء دوت 3 مرات بعد الفطار وبعد الغداء وبعد العشاء، فالعيان افتكر ان هو لازم يفطر، فبالتالي هو في يوم ما افطرش مش هياخد الحباية، انك انت عايز تقوله انك تاخد 3 مرات بس تحاول تسهلها له، لكن الرسالة وصلت للعيان ان هي ايه مربكة، هو فهمها غلط، فلازم تتأكد انه فهمها صح. عشان كده هنرجع تاني لأهمية الحاجات التانية زي الفيدباك. العيان اصلا مش مهتم، او الرساله نفسها مش مهمه للعيان، مش مقدمه له بشكل مناسب ان هو يفهمها او يستوعبها. رساله جامده انت بتحاول انك تخلصه وتطلعه بره بسرعه، فالعيان حاسس من نون فيربال كوميونيكيشن بتاعتك ان انت مش مهتم، وبالتالي ياخد الروشته بتاعتك يقطعها اول ما يخرج. المشكله في التشانل نفسها ازاي؟ مثلا ممكن يكون في مشكله في ودن العيان، العيان ما بيسمعش كويس، فانت بتتكلم ما بصوت واطيه، فالسماعه بتاعته مثلا مش هتقطع الصوت، فهو مش سامعك اصلا، تمام. وارد تكون في مشاكل تانية كتيرة جدا، زي ان مثلا العيان مش بيشوف، وبالتالي انت عمال تشرح له على حاجات هو اصلا مش شايف، ففي مشكلة في التشانل اللي انت بتحاول تعبر له من خلالها، هو ما بيعرفش يقرا مثلا، كل دي حاجات واردة في التشانل. عند العيان نفسها تلاقي ان المشاكل اللي موجودة في التشانل ممكن تكون واضحة في العيان ازاي، وان العيان ممكن يكون مشكلة عنده في السمع، فعنده ديفنس، فدي مشكلة تمنعه ان هو يتواصل معاك، بنسميها مشاكل فيسيولوجية. يعني ايه فيسيولوجية؟ يعني حاجة في جسمه هو، حاجة خاصة بيه. العيان العيان بتاعه مثلا منعه انه يسمع كويس، العيان في غيبوبة ما بيسمعش اصلا، العيان مش بيشوف، العيان عنده ما يقدرش، مش متعلم، فبالتالي مش قادر يقرا الكلام اللي انت كاتبه، مش قادر يقرا روشته. او عواقب شخصية، يعني شخصية يعني ملهاش علاقة بالجسم لكنها البيئة اللي هو اتولد فيها. العيان عنده اعتقادات مثلا تمنعه، مثلا العيان مسلم ومش مقتنع ان ينفع طبيب مسيحي يكشف عليه، او العكس. العيان مثلا من فئة اجتماعية منخفضة شوية أو من فئة اجتماعية مختلفة عنك، وبالتالي مش قادر يفهم الكلام اللي أنت بتقوله. العيان عنده تجربة سابقة مع دكاترة، فهو أصلا مش طايق الدكاترة، ده أغلب العيانين. العيان لف كتير، من كتر اللف بقى بيحكم عليك قبل ما أنت تتكلم. العيان مش مقدر نفسه أو مش شايف إن هو مهم، بتحصل كتير جدا مع الأمهات اللي مش مهتمة بمرضها، عندها أعراض خطيرة جدا لكنها مش فارق معاها أو مستحملة وخلاص، او عنده اعتقاد انه مش مهم صحته اصلا، عادي يعني ان هو يكون عيان. طبعا انا حاسس ان هو مش صحته، ده يبقى اهله جايبينه. او مشاكل نفسيه، مشاكل نفسيه دي الاغلب ان العيان تعبان مش مركز، عنده توتر بسبب المرض، بسبب اشياء تانية، كل دي حاجات عوائق بتقف بينك وبين انك تتواصل بشكل كويس مع العيان. في مشكله الفيدباك، طبعا الفيدباك اللي هو انت المفروض بتسال العيان وصلت لك رسالتي، هل فهمت الدواء، تاكد منه باسئله كويسه، هل هو فهم فعلا انت عايز تقول له، فهم ان الدواء بيتاخد 3 مرات وانه لازم يفطر ولو ما فطرش هيتصرف ازاي، سمعت العيان وجاوبت على كل اسئلته. وارد يكون في مشكله انك سالت سؤال غلط، سالت العيان مثلا السؤال العادي جدا، كله تمام يا حاج، انت خلاص فهمت كل حاجه؟ طبعا يقول لك اه، محدش يقول لك انا ما فهمش، يعني لازم يكون سؤالك محاضر اكتر عن نقط تاكد ان هو فهم النقط الاساسيه. مفيش وقت، فانت بتحاول اصلا ما تعملش فيدباك خالص، او انت مش مجهزه. طيب انا مشكله البيئه، انت قاعد في مكان زحمه، ده حدث ولا حرج، برضو الاستقبال المكان كل الناس بتتكلم، مفيش سيطرة كاملة على المكان، وبالتالي كله عمال يتكلم، في ناس بتتحرك حواليك، أهل العيان كتير جدا وكلهم ضاغطين عليك، فأنت مش عارف تسمع كويس من العيان، أو مش عارف تسمع العيان، أو العيان مش عارف يسمعك. المرافق بتاع العيان عمال يتكلم كل شوية، فمانعك أنت تتواصل مع العيان تواصل كويس. خد بالك أنت بيشنت سنتر مش مرافق، البيشنت سنتر أنت مش هدفك تخدم المرافق، هدفك إنك تخدم العيان، وبالتالي توضح للمرافق بشكل مؤدب ومحترم إن أنت بس عايز تسمع العيان يكون هو بيتكلم بس تفهم منه، تمام؟ بيكون تركيزك دايما مع العيان مش مع المرافق بتاعه. البيئه الفيزيكال ديسكمفورت، المكان نفسه مش مريح، او الشخص المكان قاعد مثلا على كرسي، الكرسي ده مش مريح في القعده، قلت العيان اصلا قاعد مش مرتاح فمش مركز معاك اساسا. كوميونيكيشن سكيلز، مهاراتك لازم تكون عندك اللي احنا قلناه ده كله، لازم تكون بتسمع كويس، بعد ما سمعت كويس تعرف تسال كويس، بتعرف تقدم المعلومات، تشرح للعيان هتعمل ايه كويس، وده اساسي، ولازم يكون انت مهتم، وبالتالي لما تكون مهتم بالموضوع وفعلا عايز تساعد العيان هتلاقي الكوميونيكيشن نون فيربال بتاعتك اللا اراديه عندك كويس. اول حاجه الاستماع كويس، ايه مثلا الارشادات او النصايح اللي ممكن اقولها لك في موضوع الاستماع كويس؟ انك تسمع تسكت. يعني ايه تسكت؟ يعني المفروض تدي فرصه للعيان ينطق ويقول هو عايز ايه، ويعبر عن الحاجات اللي جواه ويعبر عن شكوته. ما ينفعش تسال العيان شكوتك ايه فيبدا يقول لك انا جسمي مورم، فتقول اه مورم بقالك كام يوم مش عارف ايه، يبقى انت عندك مشكله مثلا في القلب. لا، ما تسمع مورم ايه اللي حصل، ممكن يكون فعلا خد دواء مثلا هو اللي ورم، وارد. كلاريفاي،
نقطة معينة مش فاهمها، العيان قال لك أنا عندي تعنية، أنت مثلا كلمة تعنية دي عمرها ما عدت عليك، أو أنت مثلا فاهم إن تعنية معناها وجع في المعدة، ممكن يكون ما هو قصده بالتعنية ديت إن عنده مشكلة فيه، عنده إسهال مثلا، فأنت مش فاهم إيه كلمة تعنية دي، فتسأله بعد إذنك يعني تقصد إيه بالكلمة دي، فيوضح لك مثلا ممكن يكون هو قصده بالتعنية إنه بينزل دم مع الحمام مع البراز وهكذا. أسلوب تاني إنك بارافريز، يعني تاخد كلامه واللي أنت فهمته وتعيد تعبيره تاني للعيان. هنشرح كل النقط ديت بشكل اكتر. هنا قلنا استخدم الصمت، ادي فرصه للعيان يتكلم، ما تقطعوش وهو بيتكلم، كده عرف اتاكد انت فهمت صح، اسال العيان انت قصدك ايه بالكلمه دي. بارا فريزنج يعني استخدم كلماتك انت وعيد الجمله، قول له يعني انت يا حاج عايز تقول، انت يا حاج شكوتك ان في دم في البراز، هيقول لك اه يا ابني، فانت كده عدت الكلام ما قلتش كلمه تانية، انت وضحت له المعنى تمام. وخد بالك ان ممكن كلمه واحده كلمه تعنيه دي مثلا عيان قصده بيها انها مغص، عيان تاني قصده بيها انها بينزل دم مع البراز، وكلمات تانية كتير جدا في الطب، فتبقى انت فاهم حاجة وبتعالج على اساسها وهو العيان بيقول لك حاجة تانية اصلا. لازم تتأكد دايما انك فاهم، كلاريفاي وبارافريز. ريفلكت لازم وانت بتعبر له، عيان قال لك ان انا بشتكي او في وجع شديد او في بطني، فلازم يكون في ريفلكت. ريفلكت ده غصب عنك، ان هو وانت بتتكلم في مشاعر، انت حاسس بالضيق للعيان دوت ان هو عنده وجع في بطنه او متأثر بالكلام بتاعه، مش جامد يعني، حاول قدر الامكان انك تعملها. قلنا الاكتيف ليسننج طبعا نون فيربال، هنا عامل لكم كلمه رول عشان تفتكرها، لكنها حاجه خاصه بيك يعني، هو الطبيعي ان انت لو انت مهتم بالعيان هتلاقي الحاجات دي بتحصل لوحدها، تكون مرتخي او متقبل الموضوع. اوبن فليكسبل يعني مقرب من عيان سامعه كويس، متقدم عليه يعني موطي قدام، لما تكون موطي قدام ده دليل انك انت عايز تسمعه، تقرب ودنك من الكلام بتاعه، دايما باصص له، فده معناه ان فيه اهتمام. انت قاعد سكويرتلي يعني انت قاعد مقابل له او مواجه له، ما ينفعش تكون انت العيان قاعد في جنب بعيد عنك وانت قاعد في ناحية تانية خالص، المفروض تكون بينك وبين العيان مقابلة مباشرة بحيث يقدر نتواصل معاه كويس، يعني زي ما تقعد مثلا في العيادة انت قاعد على الكرسي والدكتور المريض قاعد قدامك في جنب او قاعد قدامك مباشر وهكذا، ما تقعدش مباشر قوي بحيث ما يبقاش في مواجهة او في عنف بين الاتنين، احسن وضع اللي هو وضع بين الطبيب وبينك وهو قاعدين في مسافة بينكم او زاوية معينة، كل ده مهم عشان تتواصل بشكل كويس. طيب هنا باين لكم صور ادي انك تضحك للعيان، اي كونتاكت، مايل لقدام، مش باص للساعه، مش مركز معاه، مش هيعرفك انك كل شويه تبص في الساعه يلا عشان يمشي ولا لا، عين اللي بعده وهكذا. طيب خد بالك طبعا في مشكله ان مفيش وقت في خاصه في المستشفيات، ناس كتير بتضغط عليك، طبعا تحاول قدر الامكان ان تكون وقت عند دايما الكلام دلوقتي في المشاكل اللي بتحصل برضو من العيان نفسه. الفيربال كوميونيكيشن انك تساله اسئله كويسه، تقدم له المعلومات باسلوب كويس، دي وضحناها اكتر من مره، لازم يكون سؤالك واضح وصريح، تكون انت عارف انت عايز ايه. في جمله بيقول لك ايه، يو كانت سي وات يو دونت نو، يعني مش هتقدر تشوف اللي انت مش عارف، فلو انت ما عندكش معلومات طبيه كافيه وعارف ان اعراض السكر مثلا العيان بيشعر بعطش شديد، فلو انت مش عارف كده مش هتسال العيان عن نوع، انت بتعطش كتير، انت بتعمل حمام كتير، لو انت مش عارف يعني ايه سكر اصلا، فمهم جدا ان تكون معرفه عندك كويسه، معرفتك كويسه هتخليك تسال الاسئله الصح وتشك في الشك في المرض الصح وبالتالي تشخص العيان صح. طيب الأسئلة تكون ازاي؟ مهم جدا لما تسأل عيان خاصة مع العيانين يكون في مكان برايفت، يعني مفيش حد تاني سامعك، انه غالبا الدكتور انت ك بين دكتور وعيان بيبقى في حاجات كتيرة جدا 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 من الشكاوي، بتكون شكاوي خاصة ما ينفعش حد يسمعها، العيان نفسه ممكن يكون ما يقولش ما يكونش قالها لأهله، فقدر الإمكان بتحاول يكون بس العيان لوحده، ولو لقيت الموضوع برايفت اكتر هو عايز يتكلم عن حاجه مثلا معينه خاصه بيه زي مشاكل مثلا العقم وليكن، المفروض يكون هو لوحده بس العيان اللي موجود، يعني يكفي ان هو يتخطى حاجز الخجل ويحكي لك انت، مش لازم يحكي قدام الناس كلها يعني. لازم تساعده ان هو يبقى مرتخي وهادئ وتفهمه ان انت مصلحته، عمرك ما تفضح الحاجات اللي هو بيقولها لك دي كلها، طبعا تكلمه باسلوب وتون تبين انت مهتم وعايز تسمع، تتعامل مع مشاعر العيان ودي اهم حاجه، العيان مهم جدا انك تحترم مشاعره وتقدر اللي هو بيقوله لك، تقدر وجعه وتقدر اي شكوى عنده وتعملها باحترام بشكل كبير جدا مهما كانت تافهه بالنسبه لك، ما تعاملش العيان انت لسه معامل عيان عنده فشل كلوي وده عيان عنده حته شويه ورم في عينيه ان دوت ده شكوى قليله عنده، لا كل عيان شكوته هي اهم حاجه وتعاملها كانها كان عنده في امرجنسي تمام. تسأله عن اهتماماته، صحته، كل الكلام دوت، مخاوفه، مشاكله، عشان تفهم الشكوى الرئيسية فين. كتير جدا من العيانين بتبقى شكوته مش بس المرض، مش مشكلته انه وجع القلب دوت اللي عنده مثلا، جاله وجع في صدره فهو خايف انها تكون القلب، مشكلته الأساسية في الخوف،
ممكن يكون انت عنده حرقان في المعده، فتطلع يا حاج الحرقان في المعده ومش مشاكل القلب، ده مثلا مشاكل القلب المفروض بتكون عامله ازاي وفي السن عامله ازاي، ويبقى تفحص له، طمن العيان، تتعامل مع خوفه وتخلي العيان ري اشورد يعني مطمن اللي انت بتقوله له. اساله سؤال واحد بالمره عشان العيان ما ينساش اصلا انت بتقول له ايه. طبعا فاسيليتيتور ديت وسائل المساعده لو ينفع لو متاح. اسال السؤال، لو انت السؤال ما وصلكش اجابه منه كويسه ممكن تساله باسلوب تاني. استخدم اسئله اوبن اند كويشن. يعني اوبن اند كويشن يعني سؤال ملوش مش اجابته اه او لا، يعني تسال عيان يا حاج ايه شكوتك النهارده، او اهلا يا ست الكل بعد اذنك، بلا ست الكل دي عشان ده اسلوب حميمي اكتر. بعد اذنك يا ماما المشكله اللي عندك او ايه الشكوى اللي عندك، خليه يتكلم ويعبر عن اللي جواه. طيب لقيت الوقت بدا يزنق معاك او العيان بدا يخش في مواضيع كتيره، نساله سؤال اجابته اه او لا من الشكوى بتاعته. يعني اه يا حاج انت بتقول انك عندك مغص في بطنك، طيب المغص دوت بيجي امتى، بقاله قد ايه، هل المغص مصحوب معاه كذا او كذا وهكذا. تمام. افويد ايدنج كويشن، ما تسالش عيان سؤال تقول له انت حاسس بوجع في كتفك الشمال، او انت بس شاك في ازمه قلبيه، فانت كده بتوضح له، بتزنقه في حيطه، فلازم يقول لك اه او لا، خاصه لو حد تاني معاه يبقى العيان مكسوف اللي هو اه انا عندي وجع في كتفي الشمال، ممكن ما يكونش عنده وجع اصلا. فما تحاولش انك تدي العيان علامات، وخاصه بعض العيانين اللي بيبقوا هدفهم هو برضو عنده مشكله نفسيه المفروض يروح لدكتور نفسي، ان هو عايز يلفت الانتباه بتاع اللي حواليه، فبالتالي يقول لك اه انا عندي كذا، انا حاسس بكذا. ده برضو مش معناه انك تهمل شكوى العيان، يعني لو قال لك اه المفروض تعامله انه اه وتعامل معاه اسلوب صح. تمام يا جماعه، ما تحاولش انك تقلل من شكوى العيان او تقول له هو بيستعبط او بيستهبل او العيان ده سايكو. السايكو دوت ده مريض محتاج يتعالج برضو. تمام، تعامل معاه بكل احترام وتحترم شكوى العيان حتى لو انت متاكد انها مش حقيقيه، طالما بيشتكي يبقى ده خايف، لازم تطمنه وتعامله باحسن اسلوب، توضح له النقط كلها بشفافيه تامه. طيب انواع الاسئله قلنا اوبن، ايه شكوتك النهارده، كلوز اللي هي اه او لا يجاوب عليك باه او لا. طيب ممكن تقول لي تاني كلاريفاي يعني تستوضح منه انت قلت ايه، ممكن تعيده تاني. كونفيرماتوري ده تاكيد، المفروض انك بعد ما تخلص تقول له انت فهمت، انت يا حاج انت الدواء هتاخده ازاي، ويسمع منه هيقول لك ايه عشان تتاكد ان هو فاهم فعلا الدواء بيتاخد ازاي. اوقات كتير جدا لما تقول له يا حاج انت فهمت الدواء بيتاخد ازاي ده بقول لي كده، ممكن يقول لك تفهم منه انه اه فهم انه لا لازم بعد الفطار، فهو مش بيفطر فمش هياخد الدواء بس بعد الغدا والعشاء. تمام، لازم تتاكد ان العيان فهم صح. انفورميشن جيفنج ده الجزء الخاص بيك، اللي هو انت بقى هتتكلم، خلاص سمعت العيان كويس جدا، عرفت كشفت عليه كويس جدا، هيبقى تقدم له بقى نتيجه الكشف كانت ايه، نتيجه التحليل بتاعته كانت ايه، نتيجه الدواء اللي هتكتبه له دواء ايه. مهم جدا انك توضح للعيان انت وصلت لايه بشفافيه وصدق، ما تخبيش حاجه على العيان، عيان مش طفل صغير. نفس الكلام اللي بقوله، ما تعاملش العيان باسلوب ابوي ان انت اعلى منه او هو اقل منك، لا دايما تعامل مع العيان بان هو له دور، مهم جدا انه يفهم المرض صح، ما تخبيش عليه. العيان اللي عنده سرطان عرفه باسلوب محترم ان عندك ورم. تمام يا جماعه، مهم جدا تفهم حاجه زي كده، ده اساس لبين الطب، ما تمشيش ورا الاسلوب بتاع خبي على العينين. طيب هذا من العيان وات يو ار جوينج تو اكسبلين، تشرح له يا حاجة انت عندك مشكلة كذا كذا، او الاختبار كذا بيقول ان في مشاكل في كذا كذا، وانا شاك ان المرض هو مرض كذا، وتشرح له المرض ده مرض عبارة عن ايه، واحنا عشانه هناخد علاج كذا وكذا، وهنعمل تحليل فلاني، تحليل فلاني ده عبارة عن كذا بيتعمل باسلوب، تشرح له كل حاجة. ما تتكلم مع العيان عادي يعني، كلام طبعا باسلوب مراعي لمشاعر العيان، لو العيان بدأ يعيط تستنى لحد ما يسكت، اهدى، فصل مع تاني. لازم توضح له المعلومات برسالة سهلة. افويد الجارجون، الجارجون دي اللي هو الكلام اللي ملوش لازمه، يعني ما ينفعش تقول له مثلا والله يا حاج انت عندك دايابيتس والدايابيتس دوت علاجه بيكون كذا، لا ما تقول له يا حاج انت عندك مرض في السكر ومرض السكر ده عباره عن كذا كذا، مشكله مثلا في حاجه اسمها البنكرياس في هرمون اسمه الانسولين، عشان كده مثلا احنا هنكتب لك الدواء الفلاني، والدواء الفلاني ده بيشتغل عن طريق كذا، والدواء دوت له اثار جانبيه ممكن تحصل لكذا كذا كذا، ولو حصلت هنتصرف ازاي. تمام، تقدم له المعرفه العلميه باسلوب هو يفهمه، ده اهم حاجه، وتوضح المعلومات الاساسيه والرئيسيه. مثلا لو دواء معين زي الريفامبيسين مثلا، بعض الناس بيخلي لون البول عندهم احمر، بعض الادويه بتخلي لون البول احمر، فممكن يعني يحس ان عنده دم بعد ما خد الدواء، وتوضح له المعلومات الاساسيه، تقول له يا حاج والله اه الدواء اللي انت بتاخده دلوقتي ممكن يخلي لون البول احمر، فبالتالي ما تخافش ده نتيجه الدواء. تمام، توضح له الاساسيات، توضح له المعلومات المهمه، ما تبقاش ورا حاجات تانيه مش مهمه مش اساسيه دلوقتي. تمام، ركز على المعلومات الاساسيه تكون واضحه للعيان. خد منه رد فعله، هو موافق على الموضوع، هيلتزم مش هيلتزم، هيقدر مش هيقدر، شوف الكلام بتاعه. ما تقولش العيان روح الجيم، هو اصلا مش معاه فلوس او ما عندوش وقت انه يروح الجيم، فلازم تسمع منه وتقدم له خدمات مناسبه له.
افويد ليكتشرنج افويد ليكتشرنج افويد ليكتشرنج، يعني ما انت مش الاب بتاع العيال، انت مش رئيس العيال، ما ينفعش ان انت تحضره او تشتمه او تعنفه او انت عملت كده غلط، لا دي كارثه ما تجريش تاني، مش ده كله كلام فارغ ما ينفعش تعمله مع عيان اصلا، يعني مع عيان باحترام مش قادر تعالجه تقول له المفروض يلتزم، ما التزمش ما فيش تعنيف ولا اي حاجه، انت بتعامله باسلوب محترم جدا، توضح له انه حصل مشكله وهنحاول نتفاداها وهنعمل كذا كذا عشان نحل المشكله اللي حصلت دي، مش لازم تشتم العيانين، يعني تتعامل مع العيان باسلوب محترم جدا، اديله امل ودعم، لخص له كل اللي انت بتقوله له، اطلب من العيان انه يعيد المعلومات اللي قلتها له. النون فيربال كوميونيكيشن سريعا هي البادي لانجوج اللي هو اسلوب تعاملك او الشكل بتاعك، زي ما احنا شايفين في الصور مثلا هتلاقي ان العيان وهو قاعد مربع دراعه، مربع دراعه ده بتدي انطباع ان هو خايف منك، انت مثلا ما ينفعش تقعد مربع دراعك، دي بتدي العيان انطباع ان انت متعجرف عليه، خاصه لو العيان ده فلاح او من مستوى اجتماعي منخفض شويه بيبقى حساس جدا للحاجات اللي زي دي. طبعا بصتك للعيان زي ما احنا شايفين تقدر تميز جدا العيان ده ان ده عيان مش فاهم انت بتقوله اصلا، دي عيانه خايفه بتمسك رقبتها بتخبي الاجزاء المهمه في جسمها، الاجزاء المهمه للرقبه، ده عيان باين في ابتسامته، ده عيان مضطرب باللي انت بتقوله. لو تنتبه للحاجات دي تقدر تفهم العيان وصل له ايه من كلامك، وصل له معلومه صح ولا مش صح، هل الكلام اللي انا قلته ده المفروض يخوفه فالعيان خاف بقى حاسس خايف فطمنه، هل الكلام اللي انا قلته له دوت ما فهمهوش فابدا اوضح له باسلوب تاني، وهكذا تعامل على العيان فهمه. طبعا الكلام ده مش شرط يكون مظبوط، يعني مش ورا الكتب اللي هي بتاعت العالم يعمل كذا يبقى كذا، لا كل عيان له في بادي لانجوج طبعا مشتركه في كل بني ادمين، لكن كل عيان بيبقى له تعبير حسب الكونتكست او المجال اللي انت بتتكلم فيه، يعني ممكن حركه معينه تكون عند عيان تبين ان هو قلقان وعند عيان تاني يبين ان هو مش فاهم، فانت بتركز حسب اللي انت شايفه مع العيان وحسب تعاملك معاه وكلامك معاه. الفيشال اكسبريشن اللي هو تعبير وشك، بيضحك اللي بيضحك انت شايف باخد بالك انه بيضحك، انت هتلاقي في لا شعورك فاهم ان العيان ده زعلان او العيان ده مبسوط او العيان ده خايف، وتعامل حسب اللي انت شايفه قدامك. طبعا الصور موضحة خالص، عيان قرفان، عيان متضايق، عيان خايف، وهكذا. وضع جسمك طبعا لما تقعد مع العيان ما تقعدش، لو العيان قاعد مربع كده ده معناه ده يديك انطباع ان العيان دي شكوى من شكاوى العيان ان هو خايف، التربيع دوت بيحمي الاعضاء الحساسه عنده فده دليل ان هو خايف منك، المنفتح دوت ده عيان حابب يتكلم ده دليل كويس ان انت ماشي صح مع العيان ده، لما يربع ايديه تبدا تحس ان هو خايف تتعامل معاه بالاسلوب كويس، عيان حاطط ايده في جنبه ده معناه ان هو بيمارس عليك سيطره وعايز يثبت ان هو احسن منك، فلازم برضه تاخد بالك انه لا العيان احسن منك ولا انت احسن منه، فلازم يكون ده واضح جدا في تعاملك مع العيان. الحركات بتاعت الايدين، الحركه الفلانيه معناها موافق مش موافق، برضه لو انت في حاجه معينه مش فاهمها من العيان اساله دي معناها ايه مش عيب. التركيز مع عين العيان طبعا مهم جدا تبقى باصص لعين العيان قدر الامكان طالما ده متاح ومش العيان مش مستقبله ان هو حاجه عيب او حاجه منفره، ده معناه بتدي انطباع للعيان انت مهتم انك تسمع اللي هو بيقوله، وكمان من خلال العيان ممكن تفهم هو مهتم مش مهتم، الدنيا ماشيه معاه ازاي شكلك، ودي برضو حاجه اساسيه جدا مهم نتكلم فيها. شكل العيان او لبسه بيبقى طالع حاجات كتير، العيان اللي تلاقيه جاي بلبس مش كويس او لبس متبهدل ده معناه ان عيان حياته صعبه بيشتغل شغلانات صعبه، ممكن من خلال الشغلانه تفهم، ممكن العيان جالك مثلا بلبس المصنع فتفهم ان العيان دوت في ممكن يكون من المشاكل اللي عنده حاجات بيتعرض لها وهو شغال في المصنع، تساله هو شغال ايه، وده طبعا من الحاجات الاساسيه في الهيستوري انك تفهم العيان ده شغال ايه وظروفه ايه. طبعا مهم جدا من شكله ممكن تعرف هو مؤمن بايه، مثلا لو لقيت ناس سيخيين مثلا في الهند بيلبسوا طاقيه معينه وربطه معانا من اللبس، مثلا لو واحد مسلم هتلاقيه مربي دقنه، واحد مسيحي ممكن تلاقيه لابس الرداء بتاع المسيحيين مثلا اللي هو السيس او ايا كان، فشكله ده بيوضح لك هو العين ده مؤمن بايه، هل ممكن ايمانه ده ياثر في اللي انت في تواصلك معاه؟ اه طبعا اي حد تتواصل معاه ازاي لو واحده مثلا منقبه، فالمفروض انك قدر الامكان تحاول تتعامل معاها باسلوب مناسب للنقاب بتاعتها، تحترم خصوصيتها، تحاول ان انت يعني مثلا واحده منقبه ما ينفعش تقول لها المفروض تعرضي للشمس، طب هي خلاص يعني تعرض الشمس في البيت بقى، ما تقولهاش ان لا تقلع النقاب عشان خاطر تعرض في الشمس، احترم كل حياته وتعابير كل شخص، زي برضه كلمت في الفلاح ما ينفعش تروح الجيم، ممكن تقول له لا امشي اكتر او روح الارض اكتر ماشي، ما تروحش مثلا راكب او ما تروحش راكب اي حاجه. تمام، شكل الدكتور مهم، اه شكل الدكتور مهم لكنه مش زي ما الدكاتره بتوضح ان هو شيء اساسي او
مهم جدا انك تلبس لبس معين، وما ينفعش شكلك، ما ينفعش يكون مربي دقنك، ما ينفعش يكون، لا طبعا الدكتور ده انسان ليك حق يا ابني انك تلبس اللي انت حابه، يكون شكلك بالشكل المناسب ليك، لكن حاجه معينه هي اللي لازم تاخد بالك منها، انك ما تكونش اوفنسيف للعيان. يعني ايه؟ ما ينفعش يكون حاجه انت عاملها في جسمك تخلي العيان يشعر ان هو مهدد. من الحاجات اللي تشعر العيان ان هو مهدد انك مثلا هو فلسطيني وانت حاطط علامه اليهود على وشك، او هو يهودي وانت حاطط علامه هتلر على وشك. كل دي حاجات بتبقى معادية للعيان. ما ينفعش مثلا تبقى راسم تاتو والتاتو دوت بيدي انطباع للعيان دوت انه هو مهدد، او هو انت تبع فئة معينة بتخوفه. ماشي، هل معنى كده ان البس نقاب يعني؟ لا طبعا، البس نقاب براحتك جدا، تقعد قدام العيان وتوضحي له. ممكن العيان يرفض وما يبقاش قابل ان هو مثلا يتعالج بواحدة منقبة. وارد جدا، ما تاخدش دوت بانه حاجة هيبقى حاجة مستفزة او حاجة بتنفع عندك. لا، كل عيان حر ان هو يختار الشكل المناسب للدكتور بتاعه. تمام، فده حاجه ما تضايقكيش. عم رافض ان انت تعالجيه، خلاص عادي جدا تشوف عيان تاني موافق، بس مش معنى كده انك لازم تغير من شكلك عشان خاطر تناسبي العيان او تناسبي اي حد. كل واحد يعمل في حياته اللي هو عايزه ويعيش حياته كدكتور، لكن المهم انه ما يكونش مؤذي العيان. طبعا الكلام المكتوب ده كلام يعني بشكل عام، كن مهتم بجزمتك، مهتم بلبسك، بشكل شعرك، كل الكلام دوت. لكن مفاهيم الاناقه والحاجات دي كلها مش مفاهيم ثابتة. ممكن عين يبقى شايف لبسك انت محترم وشايفك انت كويس، ولما تكون لابس بدلة انت شايفك انك متزمت. تمام، ففي الاخر انت الموضوع طالما مش معادل عين، مش بيعمل له اوفنسيف لحاجة معينة في دينه او في ايا كان، طالما انت مش بتضايقه في الموضوع دوت، البس اللي انت عايزه. اهم حاجة لو عين مش متقبل ان انت تعالجه، عادي جدا في دكاترة كتير جدا غيرك ممكن يكون عندهم الشكل اللي هو متقبله. هو حر، كلوز بيرسونال سبيس. خد بالك ان كل عيان له حاجه اسمها بيرسونال سبيس، ما تقربش جدا من العيان طالما هو بيتضايق او العيان خايف، خاصه العيان الامراض النفسيه. هنا بيوضح لك المشاكل. يعني بابليك سبيس انك تكون بعيد عنه، سوشيال اقرب شويه، بيرسونال اقرب شويه، انتيميت اللي هو العلاقه انك لازق فيه. طبعا الدكاتره بتختارك الانتيميت، ودي حاجه مقدسه جدا لازم تحترمها في العيان. انت بتقرب، انت اكتر واحد بتقرب منه، انت ممكن من الاشخاص الوحيده اللي ممكن تشوف اجزاء معينه من جسم العيان ده، لازم تحترم الموضوع دوت، تكشف بس الجزء المهم. الطبيعي انك تكون ايه، تكون قريب من العيان، مش قريب قوي بحيث يبقى انت متحس ان هو مخنوق منك وانت لازق فيه. ده طبعا شيء مش مقبول خاصه مع اغلب العيانين. ف بشكل عام بيبقى العلاقه بينك وبينه الديسك ده مسافه، ان انت مش انت قوي يعني، مش لازق فيه، مش حاسس ان العلاقه حميميه، وفي نفس الوقت مش حاسس انك بعيد عنه فمش مستمع له، ده قريب منه مسافه كافيه. وطبعا دي بتختلف من عيان لعيان حسب كل حاله، عين تقرب منه تبعد عنه وهكذا. البيئة والمكان، طبعا لو شكل المكان كويس مريح نفسيا، الدهانات، كل دي حاجات بتأثر على نفسية الإنسان، بتأثر على شعوره اللاواعي، وبتخلي تعامله مختلف شوية. طبعا لما تغير مكان الفورنيتشر، تغير مكان تحط تغير مكان ترتيب العيادة مثلا، ده كله بيأثر على العيان بشكل لا إرادي، فمهم تهتم بيها كطبيب. يعني لو عايز تبقى عندك عيادة محترمة بشكل مناسب، طبعا لازم المستشفى يكون لها تصميم معين. كل دي حاجات كتيرة جدا، ممكن تقرا مثلا تصميم مستشفى 57 57 وتشوفوا ازاي التصميم عاملينه بشكل ان هو ميجمعش مثلا بكتيريا والحاجات دي، الوان مناسبه للاطفال وهكذا. بس البارا لانجوج اللي هي كل حاجه بتقولها غير الكلام، زي ايه؟ طبيعه كلامك وانت بتتكلم، نبره صوتك بتعلى او بتوطى، البيتش اللي هو حده الصوت، البيز بيتكلم بسرعه او ببطء، مثلا انا بتكلم بسرعه انا اسف على الحكايه دي، الريزم ان هو نبضات او طريقه كلام صوتك، الارتكيوليشن اللي هو ازاي بتنطق الكلام، الفوكال انترفيرنس اللي هو تعارض مع كلامك، ممكن انت بتتكلم بسرعه مثلا في الكلام يخش في بعضه، او الكلام مش مترابط مع نفسه. بس كده، شكرا، اسف انا طولت عليكم، واتمنى اكون استفدتوا.